الشهداء مشاعل النور وطريق الأمل نحو مستقبل آمن، وانطلاقا من أهمية التضحيات الكبيرة التي قدموها في محاربة الإرهاب في مدينة الرقة، جاء تأسيس مجلس عوائل الشهداء ليكون أبرز الداعمين لأسرة الشهيد والضامن الأول لكامل حقوقهم. أول ما استشهد ابني ويعني راح رحمة ربه، يعني اعتازت لعمل. أول ما جيت العوائل الشهداء، مجلس عوائل الشهداء، ولبوا لي طلبي ووظفوني مجلس عوائل الشهداء، وأنا يعني مكيفين، وقدمت ولادي وزوجي يعني مشان يحررون هالبلد ومشان نرفع راسنا بيهم، وعندي استعداد أقدم ألحس الشهداء. تتركز الجهود التي يقدمها مجلس عوائل الشهداء على تقديم الدعم المادي وتوفير فرص العمل لعائلة الشهيد، إضافة للوقوف إلى جانب العائلة في مختلف الظروف والمحن. ويرى القائمون عليه في مهاجمة المجلس من قبل البعض كورقة إفلاس أخيرة تهدف لإفشال المشروع الديمقراطي وإثارة الفتنة. بعد مثلا نشر الفوضى واستهداف هذه الشريحة المعينة من عوائل الشهداء، مثلا لقوا أن مؤسسة عوائل الشهداء هي الأنجح من المؤسسات، حاولوا أن يصلوا لها من إثارة الفوضى والفتن والفساد. يعتبر مجلس الرقة المدني من أبرز الداعمين لمجلس عوائل الشهداء في المدينة، وردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حول مجلس عوائل الشهداء، يؤكد المجلس المدني زيف الإدعاءات وأنها بعيدة كل البعد عما يجري على أرض الواقع. ونستنكر ونستغرب ما تناقلته وكالات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول مهاجمة مؤسسة عوائل الشهداء. فمؤسسة عوائل الشهداء هي مؤسسة أسست لرعاية عوائل الشهداء والشهداء، لا يوجد عندنا هذا الكلام. وعلى أرض الواقع هذه المؤسسة تعتمد اعتماد كلي على ما تقدمه الإدارة الذاتية من أموال من أجل رعاية عوائل الشهداء ورعاية الشهداء، فنحن نكذب ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه المؤسسة حقيقة تقوم بدورها على أكمل وجه في رعاية عوائل الشهداء. تحظى هذه المؤسسة بقدسية خاصة من قبل أهالي الرقة، فلولا هذه التضحيات لما عادت الحياة إلى الرقة وساكنيها. من مدينة الرقة، رواد المفضي لقناة اليوم.